ويسعد صباحكم مشاهدينا، وهلا وسهلا فيكم وحلقة متجددة من صباح العربية. إلى العناوين: فوز في 46 ثانية فتح باب الجدل، ولاعبة تبكي في زاوية الحلبة قائلة ليس عدلا. اللجنة الأولمبية تنصف إيمان خليف بعد اتهامها بارتفاع مستوى هرمون الذكورة. نقاشنا اليوم: أسباب ارتفاع الهرمون عند النساء. سامانثا روس المنفصلة عن زوجها صارت الممثلة الأعلى أجرا في الهند، تقول مررت بالنار للوصول إلى ما أنا عليه، ونحن نناقش كيف تفصل بين مشاكلك الشخصية لتستكمل مسيرة نجاحك. ولدينا أيضا في صباح العربية: تناول الشوفان يوميا هو مفتاح الصحة والجمال بحسب باحثين ألمان، وضمن حلقتنا وصفات صحية ولذيذة لأطباق الشوفان في فقرة مع الشيف. أنقذ مالك، خمس علامات مهمة تدل على أن الشركة التي تستثمر فيها في طريقها للإفلاس، احذر. وسيكون معنا ضمن فقراتنا شركات صعدت بسرعة وسقطت بسرعة، وفي زوايا المراسلين من واشنطن مع هند إبراهيم، علماء يبدأون بتجربة لمعرفة ما إذا كان الواقع حقيقياً، ومن تركيا معنا زيدان زينكلو، الدونر كباب يشعل الحرب مجدداً بين تركيا وألمانيا. أهلا بكم من جديد. خلونا نبدأ بالموضوع الأكثر جدلا ومن آخر أخبار الأولمبياد. اللجنة الأولمبية الجزائرية تقدمت بشكوى رسمية ضد الملاكمة الهنغارية لوكا هاموري التي نافست إيمان خليف بسبب منشورات وصفت بالعنصرية، ونشرت هاموري صورة على حسابها على إنستغرام لامرأة تبارز وحشا بالملاكمة في إشارة إلى إيمان خليف. في النهاية فازت إيمان وتأهلت لنصف نهائي منافسات الملاكمة، دموعها انهمرت، ليست دموع فرح بل بسبب حملة التشكيك في جنسها. نفتح اليوم الملف ونعرف ما سبب زيادة هرمون الذكورة لدى النساء وما الحلول المتاحة. لم تكن الوحيدة التي أثير حولها الجدل بسبب التستوستيرون، نتعرف عليهن أكثر مع الزميل ليث بزار. يسعد صباحك ليث. صباح الخير ريم، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تتشارك اللاعبة التايوانية يو تينغ لين المعاناة مع إيمان خليف، كونها تتعرض للانتقادات نفسها، وتم استبعادها أيضا من بطولة العالم العام الماضي. لاعبة المنتخب الأمريكي للرجبي إيلونا ماهر نشرت مقطعا سابقا وهي تبكي على تيك توك ردا على التعليقات التي وصفتها بالرجل، أو التي تقول إنها ذكورية لأنها تمتلك أكتافا عريضة وعضلات. أما في كرة القدم وتحديدا كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، تم استبعاد باربرا باندا
قائدة منتخب زامبيا لكرة القدم النسائية على الرغم من مشاركتها وتألقها في أولمبياد طوكيو 2020. العداء الجنوب إفريقية كاستر سيمانيا من أبرز الرياضيين الذين يعانون من اختلافات في النمو الجنسي، وقد رفضت تناول عقارات لتغيير معدل هرمون التستوستيرون من أجل المنافسة في سباقات 800 متر. والآن عودة إلى ريم وضيوفها. شكرا لك ليث، ورحب بالاستوديو بضيفي الدكتور بيتر نوار، اختصاصي أمراض النساء والولادة. يسعد صباحك دكتور خير. بيتر، يعني خلينا نبدأ من هذا الحدث اللي بالفعل العالم كله يتكلم عنه، وهو هذا الظلم اللي تعرضت عليه هذه اللاعبة بسبب أنه البعض قال أنها هي أصلا متحولة جنسيا، والوالد طلع أثبت أنها هي مولودة أنثى وغيره. المعدل الطبيعي لهرمون التستوستيرون لدى النساء ما بين 15 إلى 70 نانوغرام لكل ديسيليتر. إذن ما هي أسباب ارتفاع هذا الهرمون عند بعض النساء؟ هل هو سبب وراثي جيني ليس لها علاقة به المرأة، أم هناك أسباب أخرى تجعل هذا الهرمون مرتفع عند بعض السيدات؟ طيب، مبدئيا إيمانة تعرضت لظلم، يعني ده حاجة واضحة، وهم اعتمدوا على الشكل الخارجي في ان هم يحكموا عليها. مزبوط. وده طبعا حتى علميا وطبيا الكلام ده مش مزبوط خالص. اسباب ارتفاع التستوستيرون لازم نبقى، يعني هنقول قاعده ثابته، مفيش راجل كامل ومفيش ست كامله. طيب، يعني اي راجل عنده نسبه استروجين واي ست عندها نسبه تستوستيرون. الفكره ان الناس اللي عدائين او اللي بيلعبوا الالعاب الرياضيه القويه العنيفه، كل ما زادوا في التمرينات بتاعتهم بتزيد نسبة التستوستيرون في الدم، وده طبيعي، هو ده اللي عشان يعمل لهم الشكل العضلي والشكل الجسماني المختلف عن الطبيعي. فمعظم العدائين أو الرياضيين بتلاقي عندهم نسبة التستوستيرون أعلى من النسب الطبيعية، حتى المرأة؟ حتى المرأة. وده هو اللي بيديها شكل مختلف شوية، العضلات أقوى، هو ده اللي بيديها قوة. في عوامل خارجية وعوامل داخلية. عوامل خارجية، يعني مثلا إيمان اتربت في بيئة جبلية، كانت بتشتغل وهي شغلانات وهي صغيرة صعبة، ووالدها قال إنها تحب الملاكمة من عمر 6 سنوات، بدأت من عمر صغير قوي. كل دوت خلى على المدى البعيد إن هي تبقى نسبة التستوستيرون في جسمها عالية، تدي شكل وستراكشر مختلف شوية. يعني نقدر نقول إنه الألعاب أو الرياضات القتالية التي تمارسها بعض السيدات ممكن أن تزيد هذا الهرمون بشكل طبيعي في الجسم بسبب هذه الرياضة؟ ده أكيد، وعلمياً أي سيدة بتلعب الألعاب اللي هي قوية فيها كمية مجهود كبير لازم بيزيد نسبة التستوستيرون. حتى إحنا رجالة، لما لو في راجل متشخص ان عنده نسبه تستوستيرون اقل شويه، احنا اول حاجه قبل ما نديله علاج احنا بنبدا ننصحه ان هو يروح الجيم ويلعب رياضة، ويمارس رياضه عشان تزيد نسبه التستوستيرون. طب زياده هذه النسبه في جسم المراه هل لها اثار سلبيه؟ هل تؤثر على صحه المراه؟ انها تعمل لها امراض، مش هتعمل لها امراض، بس هي بتغير الاستراكشر بتاعها، اللي هو بتخلي ان هي في شكل العضلات عندها اكتر شويه، الفيميل استراكشر يبقى اصغر شويه، بتخليها قوية في كل حاجة، يعني نسبة التستوستيرون هرمون الرجولة حتى بتأثر على ملامحها، حتى ملامح الشكل، وتشوفي التركيب العظم بتاعها تركيب كله بيتغير علشان نسبة التستوستيرون. بس دكتور، في دراسات تقول إنه زيادة هذا الهرمون أو هرمون الذكورة في جسم المرأة ممكن إنه يسبب أمراض زي مرض السكري، ممكن يسبب بعض السرطانات وغيرها. لو زادت النسبة عن حد معين، يعني هو أي حاجة تزيد عن اللزوم تتقلب للضد. يعني إحنا في بعض الأمراض أصلاً تسبب الزيادة، مثلا العيانة للعيانين، المرضى اللي عندهم تكيسات على المبيض، المرضى اللي عندهم مشاكل في الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلوية، دي بيبقى في زيادة في هرمون التستوستيرون، وتبدأ تعملهم تلاقي يبدأ الشعر بتاعها يقع، يبدأ ظهور شعر في مناطق أخرى، بالظبط، تلاقي هيرشتزم أو اللي هو زيادة في الشعر، تبدأ إن هو تلاقي فيه حبوب الشباب بطريقة أكتر شوية، كل الأعراض دي بتظهر مع زيادة التستوستيرون. طيب دكتور، خليني أسألك سؤال قد يكون مثير للجدل، لأني شفت كثير من الأطباء يتكلموا عن هذا الموضوع خصوصا في حالة إيمان. البعض يقول أنه
صحيح أنه الإنسان يحدد جنسه العضو التناسلي سواء كان أنثى أم رجل، لكن في بعض الدكاترة يقول أنه الهرمونات أو تحليل الهرمون هو الذي يحدد ما كان إذا كان هذا رجل أو امرأة. يعني في حالة إيمان البعض يقول أنه زيادة هرمون الذكورة عندها هذا دليل على أنها هي أصلاً المفروض تكون ذكر وأنه هناك في خلل. لا الكلام ده مش مزبوط. إحنا بنعتمد على أن إحنا نحدد نوع الجنس عن طريق تحليل الجينات. نعم. اللي هو لو هي كروموزوم اللي هي ان تابع اكس اكس دي فيميل واكس واي ده راجل، دي حاجه واضحه وعلشان كده الحكم عليها كان اللي هو واضح لما طلع لجنه الاولمبيات قالوا ان لا ان هي فيميل وتربت فيميل. وبعدين دايما المتحولين بيبقى الاول وهو صغير شكله ولد بيتصرف كولد كل حاجة ولد، وبعد كده لما يقرر عن سن 12 سنة أو إن هو يبدأ يتغير على سن الجنين. إنما هي من وهي صغيرة هي بنت وتفاعلها كله بنت وإنها بتلعب ألعاب رياضية اديتها ستراكشر مختلف ده هو اللي ظلم. طب في علاج لهذا الموضوع؟ هل يجب التدخل العلاج الهرموني في هذه الحالة ولا عادي ممكن؟ لو حالة عادية مش حالة رياضية فاهمين، طبعا بنبدأ نتدخل وننزل نسبة التستيرون علشان نخليها طبيعية يديها شكلها. انما في حالات الرياضيه بالعكس ده ذكاء، انا معتبر ان هو ذكاء من ايمان انها استغلت نسبه التستوستيرون العاليه اللي عندها انها تحولها لقوه. يعني هي بالعكس ده هي يعني استغلت الوضع بتاعها ان هو تحوله لقوه علشان تفوز، ونتمنى لها ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعني نتمنى انها تحصل على ميداليات وتحقق نجاح ان شاء الله. بالفعل خصوصا بعد الحمله التي تعرضت لها والعنصريه والتنمر، نتمنى لها كل التوفيق. اشكرك احنا كل السبورت ليها وكل الشعب العربي واقف معها. أكيد معاه. أكيد طبعا. شكرا لك دكتور بيتر نوار، شكرا لوجودك معنا اليوم. خير. أهلا بكم من جديد. ونزال موسم الرياض يهز ملعب BMM في لوس أنجلوس مع نجوم الملاكمة العالميين وعلى رأسهم أزرائيل ماديموف وترينس كرودور. حدث يحضر نخبة من نجوم عالم الرياضة وهوليوود الذين عبروا عن سعادتهم باحتضان لوس أنجلوس لأول فعالية لموسم الرياض خارج المملكة. ومن الملاكمين المشاركين في نزالات موسم الرياض السعودي زياد المعيوف اللي قدم أداء قوي انتهى بالتعادل مع نظيره البولندي ميكايل بونيك. خلونا نأخذ تفاصيل أكثر من لوس أنجلوس. تنضم إلينا مراسلة صباح العربية ديما طايع. يسعد مسائك يا ديما طبعا بتوقيتكم، وما هي آخر التفاصيل؟ أنا لا أسمعك يا ديما، ولكن واضح من الزحمة اللي وراك هناك نفاذ للتذاكر في هذا النزال وحضور جماهيري كبير. ما أدري إذا تسمعيني الآن ديما وأعطينا التفاصيل. أنا أسمعك كريم، هل تسمعيني؟ نعم تفضلي. تمام. على أدع أولاً الصورة خلفي تتحدث على هذه الحلبة يدور النزال الأخير والأهم من نزالات موسم الرياض. على هذه الحلبة يتنافس كل من إزرائيل ماديموف وتيرنس كروفورد على بطولة العالم لفئتهم لفئة وزنهم. وهذا الملعب نحن في ملعب BMO في لوس أنجلوس. الملعب يتسع لأكثر من 20,000 شخص، وكما ترون الحدث تم نفاذ تذاكره بالكامل. هذا الحدث لم يكن فقط الأهم في عالم الملاكمة، ولكنه حدث هام جدا في عالم الترفيه، الترفيه الذي كان حاضرا بأدق وأضخم تفاصيله منذ البداية مع الاستقبال الجماهيري للملاكمين العالميين، والحدث الذي لا يقل أهمية أيضا عن النزالات وهي فقرة M&M الغنائية والتي قدم فيها بعض
بعضا من أجمل أغنياته تفاعل معها الجمهور. كنا نشعر بالمسرح والاستاد يهتز أثناء تفاعل الجمهور مع أمانام ومع الملاكمين ملاكميهم المفضلين. حتى على السجادة الحمراء رأينا بعض من أشهر وأبرز الأسماء في عالم الرياضة، أبرزهم مايك تايسون الذي كان لنا لقاء معه، وأيضا من عالم هوليوود والترفيه والمشاهير، حدث عالمي بصفة رائعة، والجميع أكدوا على سعادتهم بوجود هذا الحدث هنا في لوس أنجلوس، وبأن لوس أنجلوس اختيرت لتكون بداية فعاليات موسم الرياض خارج المملكة، وأشادوا بإنجازات هيئة الترفيه في تغيير ديناميكية رياضة الملاكمة حول العالم، وهذا ما ذكر عدة مرات خلال فعاليات اليوم. صراحة شيء جميل جدا ومتحمسين لهذا الحدث. ما أدري باقي قد إيش ويبدأ النزال أو الصراع في الحلبة. النزال يدور الآن، هم الآن في الجولة السابعة من أصل 12 جولة بين إسرائيل ومادريموف. مادريموف هو حامل اللقب، وتيرنس كروفورد يسعى لانتشال هذا اللقب ليفوز ببطولة الوزن الرابع له، هو بطل لثلاثة فئات وزنية سابقة ويسعى الآن ليخطف اللقب والحزام من إسرائيل مادريموف. فلمن تكون النتيجة سنعرف خلال الدقائق القادمة. نعم نعم، وأتساءل عن الحضور الجماهيري الجالية العربية وحتى السعوديين هناك، خصوصا أنه ولدنا مشارك المعيوف، وهذه مشاركة كبيرة بالنسبة له ووجوده مع عمالقة في هذا المجال. بالطبع مشاركة عالمية هامة له، وقد أدى حقيقة أداء رائع جدا بروح قتالية عالية أمام نظيره البولندي ميكال بوليك، والذي انتهى إلى التعادل كما رأى الحكام، ولكن بعض الحكام اعتبروا المعيوف فائزا وهنأوه، ولكن بما أنه يوجد أكثر من حكم انقسمت الآراء بين الاثنين، ولكنه بلا شك أدى أداء يفتخر به، وقد طالب بفرصة لإعادة النزال مرة أخرى قريبا ربما في المملكة. نعم جميل جدا، يعني احنا بالنسبة لنا هو فائز صراحة، يعني صراحة شيء جميل جدا أن نشوف موسم الرياض يصل إلى لوس أنجلوس وهذا التفاعل الكبير هناك. شكرا لك يا ديما طايع مراسلتنا على هذه التفاصيل. الآن مشاهدينا الأخبار من هنا وهناك، شاركنا فيها الزميل ليث بزاري، هلا وسهلا بك ليث، وأيضا الزميلة حنين من أخبار الصباح. يا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نبدأ نحكي من هنا وهناك نرجع شوي للوس أنجلوس. أذكر تماما أنه هذا الحدث قرأت عنه مبارح، هو أكبر حدث تاريخي في الملاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. مع موسم الرياض شيء جميل وافتخار وفخر عربي لنا بكل حال. نشر الديوان الملكي الأردني مقطع فيديو لولي العهد الأردني مع مولودته الأولى الأميرة إيمان بنت الحسين، حيث ظهر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع الأميرة إيمان وهو يؤذن في أذنها بعد ولادتها بلحظات. نشاهد هذا الفيديو. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كده الله أكبر الله أكبر. نبارك الله لهم أكبر. هذه المولودة يعني الأمير حسين والأميرة رجوة، بالفعل يعني شيء جميل جدا. جميل صحيح. الله يسعده. محلو لما يكون المولودة الأول بنت. أنا بالنسبة لي أحس إن البنات كده يعني غير. هذا دائما الفيمينيست بيحكوا هيك حكي، إنه دائما لازم تكون بنت لأنكم بنات. أنا بقول وأميرة يعني حلو إنه الأميرة كذا بنوتة يعني. هي أولى أحفاد طبعا الملك عبد الله والملكة رانيا. صحيح. خلينا نروح على مصر. يلا. تعرض الفنان المصري مصطفى فهمي لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى وأجرى عملية دقيقة بالمخ أو بالدماغ. فهمي غادر أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد مؤخرا بعد خضوعه للعملية، ويستكمل مصطفى فهمي علاجه حاليا بالمنزل، وسط توقعات بأن يبتعد لفترة طويلة عن الأضواء لحين تحسن حالته الصحية، وفقا لما نشرته طبعا وسائل إعلام مصرية.
لا أكيد ألف سلامة. الله يشفيه. أكيد الله يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامة كمان ويرجع لنا بأعمال. يعني إحنا اشتكنا كمان الزمن الجميل بالتمثيل بالضبط ويرجع لي الشاشة والسينما أو حتى في الدراما يعني. صحيح. نروح للدراسات. يلا يلا. كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة فيجن ديركت البريطانية أن أكثر من ثلث الناس يكبرون في العمل بسبب التوتر والأرق والإرهاق النفسي. صح. الدراسة أكدت أن الموظفين في عمر العشرينيات هم أكثر عرضة للبكاء، مؤكدة أن الإفراط في العمل أو الشعور بعدم القيمة يزيد من معدلات البكاء، موضحة أن العاملين بمجال التعليم والقطاع الصحي والضيافة والبناء والصحافة كانوا الأكثر تعرضاً لنوبات البكاء. الله يتذكر نوبات البكاء دي مرت علي. هلا الدراسة ما فيها صحافة، زبتها من عندي لأنه هذا اللي بنعيشه. بس بعدين يعني خلينا نقول للمشاهدين إنه بعدين ببطل الواحد يبكي. يعني بالضبط. هذه مناعة لازم الواحد يمر فيها. بنشف دموعه. لازم يبكي ولازم يتعرض لهذه النوبات وبعدين إن شاء الله كده على نهاية الثلاثينات يبدأ إيش خلاص يصير عنده مناعة. يفرز بصير. بعدنا صغار على الثلاثينات. اللي بعيدين كل البعد. إلى خبر آخر. كشف بحث حديث أجري تحت إشراف مؤسسة النوم الأمريكية أن النساء بحاجة إلى حوالي 11 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة مقارنة فينا إحنا الرجال. الدراسة أكدت أن النساء يتحملن غالباً مسؤوليات إضافية في المنزل ورعاية الأسرة ما يزيد الشعور بالتعب والتوتر لديهن ويفاقم صعوبات النوم مما يجعل النوم الكافي أمراً حاسماً للحفاظ على صحتهم. نعم. العامة. يعني أنا دائماً أقول الأم لا تنام، الأم العاملة واللي عندها أطفال 12 دقيقة ما بيكفوا يعني لتعويض بالضبط يعني النوم. يعني هو إحنا محتاجينه يعني إنه نحتاج ننام زيادة وفوق كده ما حنقدر ننام هذه الزيادة بحكم المسؤوليات الكثيرة اللي عندنا وعقدنا دائما شغال وزي كده. بس عموما حنناقش هذا الموضوع في فقرتنا لاحقا، مين اللي بيستطيع يفصل في العمل أكثر ما بين مشاعره وحياته الخاصة ومشاكله الخاصة، هل المرأة أم الرجل؟ بس كنتي قلتي شغلة ريم، قلتي إنه الست دائما لما بتكون مدفوعة بهدف مظبوط بتقدر وبتكون قوية جدا فعلا، تحديدا إذا كانت مدفوعة بمسؤولية أكبر. يعني إذا حكينا في سيدات كتير بعملوا بظروف هم أساسا جايين مثلا كأم بتربي أولادها بمفردها، فهذا بيعطيها دافع أكبر. صحيح. بالعمل. بس حكيت الشغلة كل النساء القويات. نعم حكيت الشغلة بشوي، قلتوا الست هي بتربي وبتهتم بأولادها، بس ما ننسى شغلة، بس يكبروا الأولاد هم بيهتموا بأمهم إن شاء الله. أكثر من أبوهم. نقول إن شاء الله. نحاول ندافع على الرجال، وين المشاهدين يساعدون. الله كريم. عموما شكرا لك ليث على هذه الأخبار الجميلة والمتنوعة. والآن وإلى زوايا المراسلين وزميلة هند إبراهيم من واشنطن وموضوعنا الأول بحث جديد، هل نعيش في عالم افتراضي؟ أكيد حناخد تفاصيل أكثر مع الزميلة هند إبراهيم. يسعد صباحك أو مسائك هند، وما هي التفاصيل؟ يا هلا ريم، هناك احتمال كبير أنه نعيش في عالم غير حقيقي. يقول العالم السابق في وكالة ناسا توماس كامبل أن الواقع أننا فعليا نعيش في عالم افتراضي، طبعا هو يستند إلى قوانين ميكانيك الكم وخاصة تجربة الشق المزدوج في محاولة لإثبات أن الكون يشبه لعبة فيديو وبدون لاعب هذه اللعبة لا تعمل، أي بدون الوعي البشري لا يمكن للوجود أن يكون موجود ولا من الممكن أن نسجل أي من المعلومات عن هذا الوجود. طبعا هو طرح 5 تجارب الآن بدأت جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية بإجراء أول تجربة لإثبات أو دحض نظرية أو مفهوم كامبل، وبنفس الوقت تقوم جامعة في كندا لم يعلن عن اسمها بتجارب منفصلة كي يعني فيما بعد يقارنون بالنتائج نتائج البحثين للجامعتين. لا نعرف إلى الآن الكيفية التي سيقومون في تنفيذ هذه التجارب، لكن نعرف أنهم يسعون في محاولة لمعرفة الآلية التي تقوم بها الطبيعة بتوليد الاحتمالات والتي في نهاية المطاف تعطينا شعورنا بهذا العالم المادي. والله سؤالي يا ريم، إذا كان العالم افتراضي نعم، هل يغير حياتك
وشو تكون يعني انا بدات امي بهذه الحاجات لانه سبق انت برضه قلت لنا انه الوقت عباره عن وهم وفي دراسات وكذا واحنا نعيش صحيح. في يعني في بعض يقول انه احنا الان عايشين في الماضي وانه الزمن هو وهم وانه اشياء كذا غريبه بتحصل وانه هذا حلم أو يعني ما ادري والعوالم الموازيه وهكذا يعني فيبدو انه الدراسات بتثبت هذا الكلام. عموما هناك موضوع اخر وبحث جديد وغريب عن الوعي البشري ممكن يتعلق بهذا الموضوع، ما هي التفاصيل؟ صحيح، في مؤسسة ميغيل ليول نشرت دراسة جديدة تقول إن مركب السيلوسيوبين الموجود في أحد أنواع الفطر قد لعب دور أساسي في نشوء العقل البشري وتطور هذا العقل. تشير الأدلة إلى أن البشر الأوائل بدأوا بأكل هذا النوع من الفطر قبل 5 ملايين سنة أو أكثر. هذا الفطر وتحديداً هذا المركب السيلوسيوبين، وهناك عشرات الدراسات الحديثة تظهر أن هذا المركب قادر ويحفز الإدراك البشري لأنه ينشط ويزيد من الاتصال بين الشبكات الموجودة في المناطق الأمامية من الدماغ، وهو بذلك يساعدنا على فهم البيئة اللي حولنا ومن خلال طبعا التجربة والتفكير واستخدام الحواس. طبعا هذا المركب موجود في الفطر بشكل طبيعي محاولة من الفطر لحماية نفسه من الحشرات والطفيليات، لكن البشر وجدوا طريقة لاستخدام هذا الفطر. المادة هذه هي مادة مخدرة وأيضا طبعا سامة وتؤدي وتسبب الهلوسة، لكنها حاليا تستخدم بشكل موسع في أنواع مختلفة كعلاج، يعني خاصة هنا في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية في عدد من الولايات الأمريكية بدأت بالسماح ببيع هذا النوع من الفطر طبعا في محلات خاصة وفي بعض الولايات فقط. ويعتمد أطباء النفسانيين يعني على هذه المادة أو على هذا الفطر لمساعدة بعض الأمراض وبعض الحالات، يعني مثلا حالات الإدمان الشديدة، الصدمات النفسية الكبيرة، بما أنه أيضا ينشط ويساعد على يحفز على الذاكرة. فيبدو أن الوعي البشري بحسب هذه الدراسة فعليا ناتج عن أكل هذا الفطر، فيما يقول كامبل أنه الوعي شيء أساسي في الواقع. يعني إذا أثبتت الدراستين اللي تحدثنا عنهن اليوم قد يكون الواقع يا ريم عبارة عن مجموعة آلاف من الأجيال تهلوس ولا وجود للواقع أصلا، وهم وخيال. صراحة دائما تبهريني بهذه التفاصيل وبهذه المعلومات. هند إبراهيم مراسلتنا من واشنطن، شكرا لوجودك معنا اليوم. وتشاهدونا بعد الفاصل موضوعنا. سامان ثروس المنفصلة عن زوجها صارت الممثلة الأعلى أجرا في الهند، تقول مررت بالنار للوصول إلى ما أنا عليه، ونحن نناقش كيف تفصل بين مشاكلك الشخصية لتستكمل مسيرة نجاحك. جريمة إرهابية كبيرة ومأساوية وقعت في سلطنة عمان. في مسجد قرب العاصمة العمانية مسقط، جناهم 3 أشقاء لكم إخوتك. مباشرة أول ما سمعت الأصوات ميزت الأصوات، إذن ما في غيرهم، تلفونات مغلقة، أصواتهم هي. يا فعل الأخوان نحن نستنكره، أنا ووالدي وأخواني وأهلي استنكرنا هذا الحدث. كيف كان وضعهم هؤلاء الثلاثة؟ يعني إيش اللي حصل فيهم؟ هل تغيروا بشكل سريع بشكل مفاجئ؟ أم أنهم مروا بمراحل وصولاً إلى 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 القيام بتنفيذ هذا العمل الإرهابي؟ أنا أكثر واحد ضررت. نعم. صورتي في كل مكان، إن أنت منفذ العملية، أصدقائي ما صاروا معي قبل اتصالات، والمشكلة جات هذا الحادثة مع حادثة اعتزالي. الفنان سلطان العماني في سؤال مباشر. سؤال مباشر مع خالد مدخلي الجمعة 17:30 على شاشة العربية.
خاضت النيران لأجل أن تكون الأنجح والأفضل والأعلى أجرا بين الممثلات في الهند، وتحقق لها ذلك. الممثلة الهندية سامانثا روث انفصلت عن زوجها من 5 سنوات وتغلبت على الكثير من الصدمات وعالجت الإحباط بالتحدي والنجاح. مثل سامانثا كثير من النساء أو الناس في العالم يعانون من هذه الإحباطات، وبعضهم مو قادرين إنهم يتخطوها. طيب كيف نتغلب على ذلك؟ أكيد الإجابة في صباح العربية اليوم. قبل فترة بسيطة انتشر فيديو على مواقع التواصل لمضيفة الطيران تسببت في إلغاء رحلة جوية بالكامل، طبعا كامل تفاصيلها، لأنها انفعلت على راكب طلب منها بطانية. نعم فقط بطانية، ويبدو أن المضيفة كانت تعاني من موضوع شخصي أثر على عملها. نحن لسنا متأكدين تماما من السبب في انفعالها، لكن خلونا نتابع هذا الفيديو المنتشر. Vous allez vous comporter, on débarque. Je dois dire ça au commandant tout de suite. Oui ou non? On a pas couvert, on s'est excusé. Non. Est-ce que vous allez vous comporter? Oui ou non? Je peux pas. I don't want no bullying against my crew. Okay? Everyone behave. On fait des bullies. Vous parlez? Vous parlez? Are you getting off? All right, I like the attitude. واضح إن الموضوع يعني شخصي وبيأثر عليها وعلى عملها وأدائها، ومو بسبب بطانية، ولكن هناك ضغوطات كثير. عموما حنناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. رحب في الاستوديو بالمحاضر بعلم الإدارة والقيادة الدكتور طلال علي. يسعد صباحك دكتور طلال. صباح الخير ريم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. إحنا كنا في بداية برنامجنا يعني في السؤال المثير للجدل، من الأكثر تأثرا واللي ما يقدر يفصل ما بين البيت والعمل والمشاكل الشخصية، الرجل أم المرأة؟ هلا بطبيعة الحياة الرجل يعني خاصة بمجتمعنا الحالي ضغوطات الحياة متوزعة أكثر على الرجل، ولكن نحن هلا صرنا ببيئة يعني نؤمن بالمساواة، فالرجل والامرأة يتشاركون قصص الحياة والمسؤوليات وكل شيء. ولكن نحن ريم لازم ننتبه لشغلة، أنه العمل مربوط باستمرارية الحياة، نحن بحاجة للعمل سواء كنا نحن يعني شركتنا الخاصة أو كنا عم نشتغل كموظفين، العمل مرتبط باستمرارية الحياة، نحن بحاجة للعمل لنسكن لنعيش لحتى نقدر نطور من نفسنا طبعاً. فلحنا يجب علينا تحييد العمل أو الظروف المهنية من كل النتائج السلبية أو كل الظروف السلبية اللي ممكن تؤدي لضعف بإنتاجيتنا. بالضبط. هذا شيء مش بس عند الرجل، هذا عند الرجل وعند المرأة، خاصة إذا كانت مرأة وبنفس الوقت عندها عائلة ومسؤوليات كبيرة. طب إذا كيف أنا أقدر يعني، أكيد زي ما ذكرت العمل أساسي في الحياة طبعاً. ولكن برضو الحياة لها ظروفها، لي أنا نفسية عندي مشاكل أتعرض لضغوطات وتوتر، إذا كيف أفصل أنا ما بين مشاكل ومشاعري وبين احترافيتي ومهنيتي في العمل؟ أول شيء يجب علينا تحديد الأولويات بالحياة. أولويتنا أنه تكون البيئة بيئة العمل تاعتنا بيئة منتجة وبرودكتيفيتي إنتاجية عالية. كيف فينا نعمل هذا الشيء؟ أول شيء بدنا نتفق ريم أنه الخلاف سواء كان شخصي أو عائلي ظرفي ومرتبط بفترة زمنية معينة، بينما المسيرة المهنية هذا شيء أنا عم ببني عليه حياتي ومستقبلي. مزبوط. فأول شغلة لازم أعملها أقدر أنا حيد كل الظروف السلبية، كل شيء ممكن يأثر على إنتاجيتي وعلى تقدمي بالمسيرة المهنية، لأنه مثل ما قلت لك الخلاف هو مرتبط بزمان ومكان وممكن يخلص، ولكن أنا ما ممكن أتقبل بأي فكرة من الأفكار لما أحد يقول لي أنه خسرت صفقة أو خسرت فرصة مهنية لأنه كنت عم عاني من ظرف نفسي أو لأنه كان عندي خلاف عائلي. وبالحياة المسيرة المهنية الفرصة لا تتكرر مرتين. مزبوط. طبعاً طبعاً، فلازم أننا نفصل لهذا. طب إذن كيف أحقق التوازن ما بين بيتي وبين حياتي الشخصية وما بين عملي، وأعطي كمان أولوية لهذا العمل؟ صحيح. بعلم الإدارة نحن دائما بنحاول نعلم تلاميذنا على شيء اسمه الورك لايف بالانس، وهو التوازن بين الحياة وبين العمل، وكيفية تكريس وقت كافي للعائلة للأصدقاء وللعمل، لأنه الصحة النفسية والصحة الذهنية ضرورية جدا، خاصة للأشخاص اللي بياخدوا قرارات تنفيذية. يعني ما الأشخاص اللي بتكونوا وركهوليك أو مهووسين بالعمل، هؤلاء الأشخاص إنتاجيتهم في حال ما كان عندهم هذا التوازن مع العائلة، ما كانوا عم بكرسوا الوقت الكافي للأصدقاء للراحة للضحك للخروج شوي،
إنتاجيتهم وقراراتهم ما بتكون دقيقة 100%، فلازم تكريس وقت للعائلة، ولازم نمشي على مبدأ 8-8-8 واللي هي 8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، أهم شيء النوم والراحة طبعاً. و8 ساعات للعائلة وللأصدقاء، لحتى لأنه إن لجسدك كمان عليك حق ولعائلتك عليك حق. بالضبط، إذا التوازن في هذا الموضوع مهم جداً. عموماً كمان خلينا نروح إلى بغداد بالعراق، هناك سألنا الناس من يتأثر أكثر في العمل بسبب المشاكل الشخصية، الرجال أم النساء؟ وخلينا نشوف الإجابات. الرجل تكون راحته من البيت، إذا ما أكو مشاكل بالبيت، إذا ما أكون فعالات بالبيت، راح تعكس أثرها على حالته النفسية بعمله أو بوظيفته. إذا المرأة مثلا شخصيتها قوية أو الرجل شخصيته قوية، من شخصيته قوية الشخصية الأضعف تأثر عليه، أكيد يأثر على الرجل. كون الرجل يعني يعمل خارج المنزل زين، ظروفه ووضعه وأموره وضغوط الحياة. المشاكل الخاصة بالعمل أنه تأثر على الرجل أكثر، زائد أنه الشيء اللي تأثر عليه أكثر بعد أكثر من هيك أنه ما يقدر يحكي عنها. المرأة بالحياة يعني البيت أو المشاكل الشخصية يأثر على المرأة أكثر من الرجل حسب طاقته الاستيعابية. أكيد مكملين مع دكتور طلال هذا الموضوع. ذكرت موضوع أنه أقسم يومي 8-8-8، ولعل في 8 العائلة كمان وقت لازم أستقطعه للرياضة. قديش مهم الرياضة كمان جزء إنها بتريحني من الستريس كمان جسدي، بتعطيني القوة مرة أخرى. هي ريم لازم تكون الرياضة كمان مقرونة بنظام صحي صحيح وغذائي صحيح، خاصة الأشخاص اللي بتقضي وقت كثير بالعمل وبالمكتب، نظام أكلها عم بيكون هذا النظام الغذائي الصحي. فنحن دائما بنعمل ريكومنديشن وبنعمل إنه الأشخاص تمارس الرياضة باستمرار وتحافظ على اتليست يعني بالاقل 3 أو 4 مرات بالاسبوع لممارسه الرياضه، لانه الرياضه بتساعد اولا على زياده ضخ الدم والاكسجين بالجسم، بتخلي كل الشعور بالطاقه السلبيه يخرج، وبتساعد كمان بزياده هرمون اللي بيعطي الحيويه السعادة والانتاجيه، هرمون السعاده طبعا دوبامين. ودائما نحن بنقول انه العقل السليم في الجسم السليم، هيدي المقوله صحيحه، ولكن ممارسه الرياضه بتساعدنا حتى تناخد القرارات الصحيحة، وبتساعدنا حتى بالتوازن الجسدي تاعنا، لأنه العمل هو بيئة مستمرة، وهذا الجسد إذا ما كان مثل حيالله مثل سيارة مثل أي ماشين، إذا ما كانت دائما عم نعملها مينتننس وعم نهتم فيها وعم نعمل صيانة، فالمشكلة حتكون أنه إنتاجيتنا حتخف. فطبعا ممارسة الرياضة مهمة، هي بتزيل كل الشعور بالطاقة السلبية وبتساعدنا، وخاصة الدراسات الأخيرة بتقول أنه زيادة أنه الرياضة بتزيد من جهاز المناعة، حتى بتقوينا تقوية المناعة يعني صحيح. بالفعل كل الموضوع يعني مرتبط ببعضه، والحل في يدنا إحنا يعني تحقيق هذه الموازنة والفصل ما بين المشاكل الشخصية والعمل حتى ننجح في العمل ويكون عطاءنا أكثر. أشكرك دكتور طلال علي المحاضر بعلم الإدارة والقيادة، شكرا لك. شكرا ريم. وطبيعة الحال المشاكل الشخصية بيبقى لها تأثير على الاثنين، يعني على السيدات وعلى الرجال، ودي بيبقى لها تأثير كبير جدا. طبعا الإنسان لما يكون هيروح شغله وهو مرتاح نفسيا ما عندوش أي مشاكل في الأسرة، هيبقى بينتج أكتر، مرتاح أكتر في شغله، إحساسه بالعمل بيبقى بيحب العمل اللي رايح وهو مرتاح. لكن حسب سؤال حضرتك، هو بتأثر أكتر على الرجل أو المرأة؟ أنا أعتقد طبعاً على المرأة أكتر من الرجل بكثير جداً. مشاكل العمل بتأثر على الرجل أكتر لأنه هو عليه عبء البيت. الست يعني بالنسبة لها الشغل ده يعني حاجة كده شبه تسلية يعني. بالنسبة للستات فهي يعني هي كطبيعة الست عامة هي بتتأثر شوية من حيث المشاعر، بس تأثرها بيطلع لبرا عكس الرجل شوية، فبالتالي ممكن تلاقيها بتحكي مع زميلها في الشغل، فطبعاً بيأثر شوية على كفاءة العمل. إن هي في معظم الوقت قاعدة مثلاً بتحكي عادي، إن كل واحد فينا ليه طريقة إن هو يفضفض مشاعره لبرا يعني. يعني الراجل مثلاً يروح الجيم مش عارف إيه، الست بتحب إنها تحكي مع زمايلها. إنما الراجل لأ، هو بيمشي ورا عقله بالظبط، فبيعرف إن هو يفصل شوية. إنما الست لأ، عندك أكبر مثال إن هي ممكن تكون متنكدة في بيتها وتيجي تنكد مثلاً إذا جت مدرسة على أي حد، تعمل مشاكل بتاع، فهو كده. توتر علاقات ده يعني كفيل يسبب أمراض أصلاً، كفيل إن هو يعمل ضغط وستريس عليك، خليك التعامل مع الناس
في بيئة العمل بتبقى تعامل غير طبيعي وغير مناسب لكل شيء. مشاكل الزوجية كفيلة أنها تأثر على حياة الإنسان في كل حاجة مش في العمل بس. نقول أن المرأة مودي يعني حسب المود بتاعها، يعني لو هي عندها مشاكل هيكون يعني طبعا باين على شغلها، ولو لا هيكون كمان باين على شغلها أنها تشتغل جامد يعني تشتغل أحسن. شاهدونا بعد الفاصل في صباح العربية. تناول الشوفان يوميا هو مفتاح الصحة والجمال بحسب باحثين ألمان، وضمن حلقتنا وصفات صحية ولذيذة لأطباق الشوفان في فقرة مع الشيف. كنت أزهري وكنت مؤثر شوية في المحيط بتاعي، وهم عملوا فوكس عليا في الوقت ده. لما انضميت لهم في الجامعة وشفتهم مع الطبيعة شفت كوارث. زي المظلومية اللي هم طول عمرهم عايشين بيها، هم لا مظلومين ولا عمرهم شافوا ظلم. في ناس اللي جت تجيبها كانوا من زملاء في الأزهر في المعهد ولا كانوا خارج إطار الدراسة الأزهرية؟ أنا كان ليا تجربة مش عارف ينفع أقولها ولا لأ. أنا طبعاً وقتها ما استوعبتش. طب إيه هدف من ده؟ مراجعات مع ضياء رشوان السبت 11:30 على شاشة العربية. علشان تعرف ما يحدث من حولك في السياسة أو أخبار الفن والثقافة وآخر صيحات التكنولوجيا، وعلشان تفهم حقيقة الأشياء كما هي، السر في الكواليس. النشرات في العربية بتنقل لكم الأخبار، وإحنا بناخذكم إلى ما وراء الأخبار. رحلتنا فيها الكثير من الفائدة والمتعة والمفاجآت والجرأة. كل يوم كل لحظة في قصة جديدة تستحق أنك تعرف. لسنوات ما في برنامج مثل تفاعلكم. تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. الشوفان سر الصحة والجمال، ينقي البشرة ويطيل الشعر، غني بالمعادن ومضادات الأكسدة، أيضا يعطي شعور بالشبع لمدة طويلة وبالتالي المحافظة على الوزن. هذا ما توصل إليه باحثون ألمان نصحوا بتناوله يوميا للاستفادة من هذه المزايا الصحية والجمالية أيضا. ومع كل هذه الفوائد اليوم نعرض وصفات صحية لذيذة وخفيفة من الشوفان نتعرف عليها في فقرة مع الشيف. لكن خلينا نروح إلى السوشيال ميديا ونتعرف على المزيد من عن فوائد الشوفان الصحية مع خبيرة التغذية لبنى الرفاعي. طلعت إشاعة على الشوفان إنه مش مفيد لأنه بيحتوي على الفايتك أسيد اللي بيمنع امتصاص الحديد والمعادن، بس هذا الحكي بيصير إذا أكلنا الشوفان بدون طبخ أو نقع، وهذا الإشي مستحيل. مين بيأكل الشوفان بدون ما يطبخه أو ينقعه؟ الشوفان والبقوليات والمكسرات بتحتوي على الفايتك أسيد، بس عملية الطبخ والنقع بتعمل على تفكيك هذا الحمض، وبالتالي بيصير هضم الشوفان أفضل وما بيأثر على امتصاص المعادن. واللي بيقول الشوفان أكل الحصان مش الإنسان، طيب شو بدي أحسن إنه جسمي يكون قوي مثل الحصان؟ الشوفان وجبة غنية بالألياف اللي بتنظم السكر بالدم وبتقلل الدهون الضارة بالجسم، بنصحكم تبلشوا يومكم فيها. طيب خلينا نرحب في الاستديو بالشيف آية فلاحة. يسعد صباحك شيف آية، وهلا وسهلا. مع هذه الروائح الطيبة أنا كنت بتناقش معاك شوية وبقول لك بيقولوا إنه الشوفان أكل للحصان وما يصلح للإنسان، إيش رأيك في ذا الكلام؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للمتابعين، ثانكيو على الاستضافة. حابة أحكي عن الشوفان. بخصوص الشوفان أكيد له فوائد كبيرة، فبيسوينا أحصنة أنا حابة. بيخلينا زي الحصان. أيوة. ليش؟ اولا ريم بيعطي شبع لمده 4 ساعات، صح؟ فهذا كثير منيح للناس اللي عندها حميه غذائيه وهي بتعاني من السمنه. مزبوط. فانا بدعوهم الصبح لانه ياخذوا بودينج الشوفان اللي انا جهزته الحين، الله، او
الجريك يوغرت وذ كمان اللي هي الشوفان كمان كثير منيح. طب خلينا نبدا واحده واحده. عندنا البودينج اللي عملته انتو, كيف عملته؟ ايش الاساس فيه؟ يعني هل هو مع الحليب طبعاً. ولا مع المويه؟ كمان ريم الفوائد الشوفان بتتعزز مع الحليب تمام. نحن فينا ناخده بشكل رئيسي كوجبه صباحيه مع الحليب. حلو. حبيت هون احضر الشوفان مع الحليب اللوفات. حلو. اتس اوكي لانه ممكن نحط حليب لوز, ممكن نحط كوكونات, از يو لايك, هاي كمان رغبه شخصيه. مزبوط. تمام. وبتضيفي عليه انت على ذوقك المكسرات كمان القرفة. ما بياخذ وقت. الحلو فيه انه ما بياخذ وقت على النار وقت. يعني 15 دقيقه بيكون عندك جاهز. كثير حلو كمان للاولاد الصبح على المدرسه وبيشبع صراحه وبيدفي. أكيد. طيب وكمان عندنا البودينج. ايوه معمول من الشوفان. هذا المعمول ايوه معمول التمر بالشوفان. كيف كمان فيكي تعملي ميكس او تستخدمي كمان طحين الشوفان انت بتطحنيه بالبيت على ذوقك. صراحة أنا هون استخدمت الهاند يعني طحنته ما بياخذ منه. هو سهل طحنه يعني. وبتخلطيه مع السميد مع القمح ولا مع كمان على طريقتك. سواء كان بتستبدلي نسبة الطحين أو السميد بمزيج الباودر شوفان. تمام. حلو. أبغى أتكلم كمان عن الشعنة اللي هنا مع القري. لا اللي قبله هذا الجري يوغرت كمان مع الكانولا. أنت بتقدري كمان تستخدميها جرانولا سريع على ذوقك. كمان مع الفروتس مع الدراج فروتس كمان هاي رغبة شخصية. طب أنا بس بدي أعرف هنا الشوفان بيكون ني ولا بنشوحه شوية على النار ولا إيش بنعمل فيه؟ بالنسبة لا بيجي هو الجرانولا بيجي محمص. الجرانولا اللي يجي محمص مطبوخ. أنت كمان بالبيت فيك تجهزي أو بتجيبي من السوبر ماركت. حلو. وبنحط نختار الفواكه التوتيات والفواكه اللي بنحبها طبعا. ده شيء مرة بذات الجريك يوغرت والبروتين وكذا. أنا أشوف إنه هو كمان هذا بيتاخد بارد. بالنسبة للبودينج ممكن تاخديه حار أو بارد. بالنسبة للجريك يوغرت أكيد هو بتاخديه بارد. حلو كمان بالصيف هلأ الجو حر. حلو بيبرد كده. وجبة مغذية ومشبعة ولذيذة بنفس الوقت. بالضبط. طيب وعندنا إيش هنا؟ أومليت الشوفان. الله. كمان مع الخضار. لا أنا أبغى طريقته صراحة. هاد خطير يعني. كيف أديني الطريقة كمان بتقدمي للأولاد؟ نحن بنسميها العجة كمان. عجة تقولي عليها عجة بس إنه ضجة بالشوفان. طب كيف طريقتها؟ بتخلطي كل شيء مع بعض البيض مع الشوفان كمان. الشوفان سواء كان الهول ولا المطحون. بتحطي له الخضار اللي انت حاببتيها. انا حطيت هون البصل الطماطم الكاروت الجزر وشوي من الفلفل الاسود والكركم. انا حسويها اليوم هذه. انا مره عجبتني مغذيه وفيها بروتين كثير. اكيد. طيب انت عم تاخذي بروتين من الشوفان والبيض فيه اوريدي والبيض فتو ان وان صراحه ومغذيه كثير. الشيء اللي معرفوه كثير ناس انه في الشوفان في شرب متنوعه وكثير بنقدر نعملها. ترى الغرب ما يعرفوا يعني الاوروبيين والامريكان عندهم الشوفان بس ياكلوه بودينج زي كذا ما يعملوا فيه شوربه ويدخلوا في هذا. انا هون الشوربه جهزتها بدون ما اطحنها يعني. تخيلي خضار طبختي على النار واضفت عليها الشوفان وخليتها تاخذ هي السماكه من الشوفان. مزبوط. نفسه فبيكون عندك حساء جاهز للاكل وكمان سخن وصحي. خلينا اوري الناس بس لانه انت ما شاء الله حاطه كمان فيها خضار. ايش الخضروات اللي حطتها؟ جزر كوسه بازيلا الله ممكن كمان كرفس يطلع كمان طبعاً حلو ايضا. طيب يعني هذه كلها الاشياء اللي نقدر نسويها في الشوفان. وطبعا المخبوزات الان صار اكيد عندي هون الكوكيز كمان. اوه كمان جهزتهم مع اي نوع بذور انتم بتحبوه ممكن كمان تضيفوا على الطبق اللي انتم بتحبوه سواء كان الشيا بالبودينج او كان اللي هو الكوكيز كمان فيكم تضيفوا اي نوع من البذور. حلو حلو يعني صراحة شيف تسلم يدك كلها وصفات متنوعة. أنا حاخذ معمولة أيضا. شكرا لك يا شيف. خلينا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. دفعة جديدة من خريجي أكاديمية MBC في المجالات الفنية والإعلامية المختلفة ودورة جديدة للمذيع المتميز. تعرف اليوم على جديد أكاديمية مجموعة MBC. أنقذ مالك. 5 علامات مهمة تدل على أن الشركة التي تستثمر فيها في طريقها إلى الإفلاس. للأزواج دعوة لممارسة الرياضة المشتركة والحصول على فوائد تبدأ من إزالة التوتر وتقريب المسافات بينهما.
بث جديد الفنانة التونسية أمل غربي ضيفة صباح العربية لليوم. تحتفل أكاديمية MBC بتخريج دفعة جديدة من خريجيها في المجالات الفنية والإعلامية المختلفة، منهم من دخل بالفعل في سوق العمل. أيضاً تستقبل الأكاديمية متدربين جدد في دورة المذيع المتميز. أكاديمية MBC أحد أهم الأكاديميات السعودية التي تقدم فرصات تدريب المواهب في مختلف قطاعات صناعة الإعلام ضمن رؤية المملكة 2030. اليوم نتعرف على جديد الأكاديمية من دورات ومبادرات. هل تحلم بأن تصبح مذيعاً متميزاً؟ هل لديك الموهبة والشغف والطموح للعمل في المجال الإذاعي؟ أكاديمية MBC تطلق دورة ثانية من برنامج المذيع المتميز، وتفتح الباب لتطوير مهارات الأفراد الموهوبين عبر اختيار 30 شاباً وشابة من السعوديين للمشاركة في برنامج تدريبي شامل ومجاني يجمع بين التدريب النظري والخبرة العملية مع إذاعات مجموعة MBC. يبدأ التدريب في 29 سبتمبر، آخر مهلة للتسجيل 7 سبتمبر. سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني www.mbcacademy.me. انضم إلينا من الرياض الدكتورة علا العلوان مدير مشاريع أول في أكاديمية MBC. يسعد صباحك دكتورة علا، وهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بيهم، يعطيك العافية. الله صباح يعافيك. الخير. يعني صباح الخير، يعني لما نتكلم على أكاديمية MBC نتكلم على إقبال كبير صراحة، وهذا شيء شفته بعيني أنه الكل يرغب بأنه يأخذ هذه الفرصة ويستفيد من هذه الأكاديمية بجميع مزاياها وبرامجها. أول شيء خلينا نتكلم عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية. أول شيء يعطيك العافية، سعيدة بتواجدنا اليوم إن إحنا نتكلم عن إنجازات أكاديمية MBC خلال نقول الأربع سنوات الماضية. طبعا إحنا بنركز على مرتكزين، المرتكز الأول هو نشر المعرفة والإلهام الشباب السعودي في مجال الإعلام والترفيه وصناعة الأفلام بشكل كبير، وعندنا المنطلق الثاني اللي هو التدريب والتطوير. الحمد لله خلال السنوات السابقة أكثر من 50,000 استفادوا من الدورات والمبادرات اللي بتطرحها أكاديمية MBC. وطبعاً يمكن نتكلم عن أهم المبادرات اللي أنا بشرف عليها، اللي هي التدريب في مواقع العمل، إنه المواهب تجي وتتدرب في 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 بيئة حية. يمكن إلى الآن ما شاء الله المستفيدين أكثر من 900 شاب وشابة استفادوا الآن، وفي منهم الآن زملاء معانا داخل المجموعة. ما شاء الله، يعني وهذا الشيء يعني المفاجأة أنه في إقبال كبير من البنات والشباب أنه يدخلوا هذا المجال الإعلامي بجميع تخصصاته وأنه يكونوا متميزين فيه. وشفنا على أرض الواقع يعني ما شاء الله الرقم زي ما ذكرتي كمان كبير، يعني 900 متخرج ومتخرج، هذا الرقم كبير جدا خلال 4 سنوات. ولكن تحديدا كمان بدي أتكلم معك عن دورة المذيع المتميز، كلمينا عن هذه الدورة ومخرجاتها. طبعا هذه الشراكة الأولى طبعا في دورة المذيع المتميز مع مجموعة إذاعات MBC وتقول MBC FM وبانوراما. اهتمت كثير بالشباب الآن المتميزين، أخذت ما شاء الله المتقدمين تعدوا 1,000 متقدم في هذا البرنامج. وما شاء الله السعودية ثرية بالمواهب، تفاجأنا صراحة بكمية المواهب المتقدمة وكنا في حيرة من أمرنا بصراحة. ولكن ما شاء الله الدفعة الأولى خلينا نقول صراحة خلتنا يعني نكون سعيدين جدا أن نكون في دورة ثانية، مدام هذه هي المخرجات وبهذه القوة إن شاء الله ندعم فيها سواء داخل مجموعة MBC أو بشركائنا خارج المجموعة. مين من الأسماء المتميزة في هذه الدورة اللي دخلوا بالفعل سوق العمل ومن خريجي الأكاديمية؟ أنا أقول لك دانا الآن ما شاء الله هي أول مذيعة في الإذاعة الناطقة باللغة الإنجليزية في لاود FM. عندنا سليمان الزيدي ما شاء الله كمان من المتميزين، والآن كمان صار يقدم معانا الفويس أوفر لبعض البرامج اللي بنطلقها.
ما شاء الله الأسماء كثيرة صراحة، يعني الآن نتكلم عن 30 في الدفعة الأولى، كلهم متميزين صراحة، وكل واحد عنده قالبه الخاص وأسلوبه المتميز، ولا أحد يشبه الثاني فعليا. بالفعل بالفعل. أيضا من ضمن البرامج أو الدورات اللي تقدموها هي إدارة المهرجانات، ولعل يمكن هذا هو الوقت المناسب لها بحكم المهرجانات والإيفنتات الكثيرة اللي بتقام في المملكة. صحيح، احنا الفترة السابقة كان عندنا في شرم الشيخ كان في مجموعة من الشباب انتسبوا إلى مهرجان شرم الشيخ الدولي، دربوا مجموعة في إدارة هذه المهرجانات الثقافية، يتعرفوا برضو كيف تدار، كيف نتعامل مع كل الدول، كيف يتم استضافة هذه المهرجانات، الميزانيات وغيرها. كمان قريب انتهينا من الأردن، قريبا إن شاء الله راح نكون في تونس وبعض الدول إن شاء الله راح نتعلم، وإن شاء الله يرجعوا للسعودية ويكون إن شاء الله عندنا مهرجانات في جميع أنحاء المملكة. مظبوط. ويكون هذول الشباب عندهم اطلاع عالمي وينتقلوا إن شاء الله، يكون هذا الاستثمار داخل المملكة بإذن الله. بإذن الله. أيضا قبل فترة احتفلتوا كمان بتخريج دفعة من الطلبة عندكم في نيس، وكانوا هناك بيدرسوا لفترة طويلة الابتعاث الخارجي، يمكن كان مدة سنة أو أكثر، وشفتهم كانوا بيقدموا ستاند أب كوميدي وكانوا بيسووا أشياء صراحة رائعة هناك. هذه صراحة من أبدعت الدكتورة مرام زميلتي، طبعا هي مديرة المشروع اللي هو الابتعاث في فرنسا، أبدعوا طلابها صراحة ومن المبدعين، والآن هم لهم الأولوية في أضخم مشاريع MBC إن شاء الله، لأنهم راح ينزلوا على أرض الواقع ويرون قوتهم إن شاء الله في 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 أعمال مستقبلية. وكان حلو الجميل فيه إنه تزامنا مع مهرجان كان مزبوط. ورجعوا بعلاقات جميلة جدا، سواء نتكلم مع منتجين أو مخرجين أو صناع في هذا القطاع إن شاء الله، وراح نشوفهم قريب في أعمال قريبة بإذن الله، قريب عاجل. نعم نعم. ماذا عن اللي تقدمه الأكاديمية لدعم المدارس والجمعيات، خصوصا احنا بنتكلم المدارس، احنا بنتكلم على اكتشاف مواهب من صغار السن وكذا؟ احنا عندنا برضو قلت لك في ناحية الإلهام والمعرفة، عندنا طبعا دعم المدارس والجامعات والجمعيات. والجمعيات طبعا والجمعيات نعم. المدارس طبعا احنا عندنا الان في الان اعمال قريبا حتشوفي طفله لاول مره بعمر 4 سنوات حتى في الروضه، خلينا نقول خريجه، حتكون بطله لاحدى اعمال MBC ان شاء الله اللي راح تظهر. عندنا كمان السينات في المرحله الابتدائيه، هذول من اللي اكتشفناهم. كمان عندنا كمان في المرحله الثانويه، وكان معانا من جمعيه انسان مجموعه بطلها طلع معانا في واحده من اهم الاعمال اللي هي فرسان قريح، كان معنا مجموعة من الجمعية وتم دعمهم. قريبا كمان في المذيع المتميز. الجامعات كمان يستفيدوا من دعمنا عن طريق إن إحنا نعطيهم الكوب من خلال يعني مثلا يكون في آخر سنوات التخرج يبحثوا عن جهة فعلا يقدروا يتموا فيها هذه عملية التدريب، فيكون من خلال برضو دعم الجامعات والمدارس. وقريبا راح يكون عندنا جولة للجامعات راح نعلن عنها قريب إن شاء الله، صراحة رائع. في تثقيفهم و تعليمهم في مجالات عدة تساعدهم نكون قريبين من الواقع. بالفعل يعني شيء جميل اللي بيقدموه دكتورة علا في أكاديمية MBC. كمان ضروري نتكلم عن برنامج رحلة إبداعية حول المملكة، خلونا كمان نتابع مقتطفات منه. مجهود كبير وأسماء لامعة في الإعلام والتمثيل وغيره. دكتورة علا يعني كلمينا عن هذه الرحلة، هل أنتم بيكون برنامج طويل مدة عام، بتسافروا إلى مدن مختلفة في المملكة؟ أول شيء الفلاش باك هذه للأعوام السابقة، لو تشوفي
يعني لو أقول لك ثلاثة أربعة المواهب اللي ظهرت الآن هي في سوق العمل فعلياً ومبدعين الآن في السوق. جولة جميلة بدينا ب2021 بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. تخيل إنه إحنا نزول مناطق المملكة 13 منطقة من الشمال للجنوب والشرق والغرب، يعني وصلنا حائل، وصلنا العلا، وصلنا الأحساء، جازان، أبها، فاكتشفنا أكثر من نقدر نقول أكثر من 6000 موهبة في كل سنة. طبعا هذا عبارة عن إنه إحنا نزول مناطق المملكة، ما في فنان نقول ما في فنان سواء في مجال التمثيل أو في مجال الإخراج الإنتاج الغناء ما نزل معانا فعليا، وكان ضمن هذه يعني عملية البحث في اكتشاف هذه المواهب في جميع أنحاء المملكة. الشكر موصول ليهم فعلا، وصلنا لنتائج جميلة. بعدها ننتقل لمرحلة في كل مدينة نكتشف في 12 اختصاص موهبة تنافس الموهبة الثانية، نقول في المناطق الثانية على مستوى المملكة في الرياض، ويكون عندنا الفائز في المركز الأول والثاني والثالث في جوائز عينية، وفي جوائز إنه إحنا ندعمهم من خلال المشاريع. مزمع. أيضاً كمان الجميل إنه بلاتينوم ريكوردز اللي فوز معانا في المركز الأول، في الموسم اللي بعده في الحفل الختامي تعرض الأغنية طبعاً الخاصة اللي تم إنجازها. بالفعل. فإحنا جلنا أكثر من 32 محطة إبداعية. نعم. ويشملها كمان اللي هي المشاركة في المهرجانات زي إغنايت، مهرجان أفلام السعودية والبحر الأحمر وغيره، متواجدين في كل المهرجانات. وهذا التواجد في مدن مختلفة من المملكة ومناطق بيدي فرصة كبيرة للكشف عن أسماء جديدة وموهوبين في مجالات مختلفة، وبيسهل عليهم بأنه يكون عندهم هذه الفرصة. أيضا هناك الجلسات الحوارية مع المشاهير، كلمينا عنه، ومن هم هؤلاء المشاهير اللي ممكن نستفادوا منهم الحضور؟ احنا لما نتكلم عن الجلسات الحوارية زي ما تعرفي زميلتي ريم، شباب كثير بيتوجهوا لمجال الإعلام وصناعة الأفلام وكذا، لكن عندهم يحتاج انهم يسمعوا من الناس اللي في القطاع خبراتهم في الماضي، كيف كان الوضع في الماضي، ايش الوضع الحالي، وين رايح المستقبل عشان انا اتجه. صحيح. يكون في شيفتنج يمكن اعمله في حياتي، حتى لو كان عنده موهبة اخرى ولكن عنده هذا النتاج. عندنا اسامي ضخمة، يقول يمكن أتكلم عن هذه السنة والسنوات السابقة. نعم. ما أقدر أقول لك ما في أحد في السوق ما شارك معنا فعليا حتى من داخل المجموعة. أستاذ إلهام علي، عبد الإله السناني، نتكلم كمان، تكلمنا عن السيفتي، تكلمنا عن صراحة المواضيع كثيرة. تكلمنا كمان عن الجيمينج والفي آر مع أهم الشركات العالمية. واو. ممكن الآن ثامر واحد من أهم الأسماء اللي تمثل المملكة في مجال الجيمينج، الآن جاء وقته، وإحنا عملنا الجلسة الحوارية من سنتين، فكان حتشوف النتائج على مدى بعيد. ولكن هي يعني أتمنى الجميع فعليا اللي عنده الطموح إنه يعرف أكثر فعلا يتوجه لمنصاتنا. هي تعرض ما شاء الله، وصل عندنا عدد المشاهدات أكثر من 2.3 مليون مشاهدة لأكثر من 26 جلسة حوارية، كلها متنوعة، كلها جميلة، وكلها حتى أنا على مستوى الشخصي استفدت وتعلمت كثير. وإحنا نقول زي أكاديمية خان، هي معرفة موجودة ومتواجدة لأي أحد. مزبوط. يقدر يدخل يتعلم منها. أنا شخصيا بستفيد منكم كثير دكتورة علا، وشيء رائع اللي بيقدموه الآن، ويا بختهم هذا الجيل اللي أصبح كل شيء عندهم سهل، وبتجيبوا لهم الخبراء وبتجيبوا لهم هذه الدورات، وبيدخلوا سوق المنافسة على أرض الواقع، وبنشوفهم كيف بتستفيدوا منهم في الإعلام والتمثيل وغيره. دكتورة علا العلوان، مدير مشاريع أول في أكاديمية MBC، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. مع الاتجاه الفردي إلى الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة، يبدو أن الحذر واجب من أجل تقدير إمكانيات الشركة وقدراتها السوقية. تقرير اقتصادي في موقع Financial Post أكد وجود علامات تدل على أن الشركة التي تنوي الاستثمار فيها قد تكون مفلسة. هذه العلامات تبدو تحذيرية للابتعاد عن هذه المخاطر، نتعرف عليها اليوم في اقتصادك. لكن ما هي أبرز الشركات العالمية التي أفلست بعد نجاح كبير؟ نتابع التفاصيل مع الزميل ليث بزاري. إليك ليث. نعم ريم، كثير شركات نذكرها أيام الزمن الجميل، أيام التصوير وتحميد الصور. خلينا نتابع. يلا. العديد من الشركات أفلست بعد أن كانت علامات مميزة من النجاح، ومنها شركة كوداك، إحدى أكبر شركات إنتاج الكاميرات والأفلام، وظلت الشركة متربعة 133 عاماً على عرش صناعة
الكاميرات قبل أن تعلن إفلاسها في العام 2013. شركة بريتش هوم ستور الشهيرة في عمليات بيع التجزئة في بريطانيا وضعت تحت الوصاية عام 2016 بعد أن أفلست وأصبح ديونها أكثر من ملياري دولار. شركة الطيران الشهيرة إيسترن إيرلاينز أعلنت إفلاسها عام 1989 وكانت حينها أكبر شركة طيران في العالم تعلن إفلاسها بعد سنوات من النجاح. كومباك الشهيرة والتي تعد من أكبر موردي أجهزة الحاسوب الشخصية في العالم وحققت مبيعات هائلة في التسعينيات أعلنت أيضاً فجأة خسارة كبيرة مطلع القرن الواحد والعشرين ليتم بيعها لشركة اتش بي عام 2002. يعني موضوع مثير للجدل طبعاً. لازم نعرف هذه العلامات عشان لا نتورط كمان ونستثمر فيها. شكراً لك. شكراً. خلينا نرحب بضيفنا من بودروم في تركيا المستشار الاقتصادي صالح طباخ. يسعد صباحك صالح. يعني أنا قبل ما أبغى أدخل سوق الاستثمار وأختار الشركة اللي أبغى أستثمر فيها أكيد أبغى أعرف إذا كان هذه الشركة على طريقها للإفلاس ولا هي وضعها سليم في السوق. أعطيني بعض العلامات والمؤشرات اللي تدل إنه هذه الشركة قد تواجه الإفلاس قريباً. أول شيء صباح الخير ريم، صباح الخير ليس، وشكراً على استضافتي اليوم. طبعاً هو موضوع مهم جداً، خصوصي إن إحنا في عصر بيتطلب إلنا إنه نحن نوسع محافظنا الاستثمارية ويكون في عنا أكثر من مصدر للدخل، ولكن دائماً طبعاً في حال لجوءنا للاستثمار توسيع الدخل تبعنا بحيث عن طريقة استثمار سواء بشركات مساهمة عامة أو شركات مساهمة خاصة، فيجب علينا المراعاة الكثير من العلامات، وخصوصاً إن كانت هذه الشركة ناشئة. في تقرير مهم جداً للجنة الأعمال الصغيرة الأمريكية بتقول، وهي معلومة خطيرة كتير، بتقول إنه معظم الشركات تفشل في 30% من الشركات تفشل بأول 3 سنوات من التشغيل، ولكن 50% من الشركات تفشل بعد 5 سنوات من التشغيل، وفقط 44% من الشركات الموجودة تقدر تكمل أكثر من 10 سنوات. طبعاً هذا الشيء لازم يأكد أنه نحن في حال عم نستثمر في شركة عمرها أقل من 5 سنوات علينا نراعي العلامات أكثر وعلينا قراءة التقارير أكثر ومعرفة تفاصيل أكثر عن هالشركة. من أهم هاي العلامات طبعاً هي التدفق المالي. هلأ وجود ربح لا يعني أنه الشركة هي بحالة جيدة، لأنه معظم الشركات المساهمة تلجأ لتوزيع الأرباح بشكل مبكر، وهذا الشيء ممكن يأثر على التدفق المالي، لذلك نحن علينا مراعاة وضع التدفق المالي أكثر من الأرباح. وطبعاً اليوم أزمة كورونا وأزمة 2020 اللي احنا صادفناها كانت أكبر دليل على أن كثير من الشركات رغم وجود أرباح إيجابية، رغم أن الدفاتر الحسابية كانت إيجابية، ولكنها أفلست وطلعت خارج البزنس أو out of business بكل بساطة، لأنه ما كان في عندها احتياطي نقدي، لأنه معظم أرباحها تم توزيعها على المساهمين بشكل سريع وما كان عندها الاحتياطي النقدي اللي بيأمنها أنه تقدر تدفع فواتيرها، تقدر تدفع التزاماتها، مستحقاتها، رواتب الموظفين، مما أدى أنه هاي الشركات تطلع خارج البزنس. طبعاً بعض الأمثلة اللي ذكرتوها أمثلة مهمة جداً، وخصوصاً شركة كودك، طبعاً في غيرها شركات ثانية مثل نوكيا وشركات أخرى. أحد الأسباب اللي هي خرجت من السوق أو أفلست هي عدم وجود الابتكار. طبعاً هاي الشركات قبل ما توصل لمرحلة الإفلاس أصدرت إشارات كثير بالسوق، وأهمها أنه هي بلشت تفقد من نموها وتطورها، يعني أسهمها بطلت تتوسع، شركاتها مجال عملها بطل يتوسع، وما عاد حقق النمو، فمستوى النمو بلش ينخفض، وكانت هاي العلامات السلبية جدا. وأسبابها الأهم أنه هاي الشركات ما كان عندها الابتكار، ما كان في عندها هذا هو السؤال صالح. يعني أنا كيف أقدر أستشرف المستقبل ومستقبل هذه الشركة فين رايح؟ يعني أنا برضو إنسان ما لي خبرة وما عندي هذه التجربة الكافية إني أعرف أين سيذهب بها هذا المستقبل لهذه الشركة، وإيش هو مستقبلها؟ هل هي ستفلس؟ هل هي حتكمل؟ كيف حأعرف أنا؟
طبعا انخفاض في النمو هو شيء مهم. يعني انا اليوم لما بستثمر بشركه من واجبي اني دائما اطلع على التقارير الماليه، واهمها تقارير الاحتياط النقدي مثل ما ذكرت في بدايه هذا الحديث. ولكن ايضا الاشارات المهمه انه التباطؤ في النمو، يعني بكل بساطه هي الشركه تم تباطؤ المبيعات، انخفاض في المبيعات بشكل تدريجي. مزبوط. وعدم النمو يعني الكومباني شرينكينج، when you don't grow means you're shrinking بكل بساطة. فالشركة لما معدلات نموها بتبطل تكبر، فأنت لازم يكون في عندك هون ريد فلاج، لازم تكون منتبه إنه هاي الشركة فيها مخاطر معينة. نعم. وطبعا لما بيخفض النمو من المتعارف عليه بالشركات، خصوصا بالشركات المساهمة العامة، إنه بيصير في تغييرات جذرية في الإدارة. فأحد العلامات المهمة اللي أنت لازم تراقبها دائما في حال وجود تغير الإدارة بشكل مستمر، عدم وجود او الهاي تيرن اوفر اوف امبلويمنت، يعني عدد الموظفين عم يغادر الشركه بشكل كبير، وخصوصي بالادارات العليا. اذا هي العلامات مزبوط. موجوده، فانت لازم تدرك انه الشركه فيها شيء في غلط. بالضبط. صالح، كمان خليني ارحب بزميلي ليث اللي مهتم ايضا في هذا المجال وعنده الكثير من الاسئله. تفضل. يعني في كثير اسئله، خصوصا اللي حكاهم النقاط صالح قبل شوي، مهمه انه الشركات لم تواكب التكنولوجيا والما يحدث في عالم السرعه اذا صح التعبير. ولكن هناك شركات صالح اكيد انت بتذكرهم معي، براذر المشهوره بالايرلنديه طبعا، بالطابعات برضه خفت كثير انتاجها، لانه او يمكن افلست لا ادري تماماً، ولكن السبب أنه الناس بطلوا يتبعوا أوراق مثل الأول. في كتير شركات الذين يبيعون الحبر لتلك الطابعات برضو في كتير منهم أفلسوا. على كل حال هذا الموضوع، يعني التكنولوجيا تفقد مهن أو حرف بسبب التطور اللي إحنا فيه. مزبوط مزبوط. طيب صالح، ماذا عن يعني هذه الشركات عن بيع الأصول فيها وللحصول على أرباح؟ على بيع الأصول هو من أحد مصادر الدخل، هي ممكن تكون إيجابية ببعض الأحيان. نعم. طبعا هذا الشيء في حال وجود أصول كافية للشركة لتغطي ما تبقي من عملياتها. لذلك هذا الموضوع مش دائما هو إشارة سلبية، أحيانا ممكن يكون إيجابي، خصوصا مثل ما ذكر لي في بعض الأحيان بيتم تغير في التكنولوجيا. فإذا الهدف من بيع الأصول هو مواكبة التكنولوجيا أو تغير بنمط العمل ومواكبة السوق، فهو شيء جيد. يعني مثلا أحيانا مثل ما قال ليث تماما، اليوم التحول إلى ديجيتال، كان من الممكن شركة براذر أن تتحول للأمور ديجيتال أو توسع منتجاتها. في غيرها كتير كمان صالح، إذا حكينا عن كونيكا لما أول ما أطلعوا الكاميرات طبعاً الرقمية، في كتير شركات يعني اختفت. بس قديش شو بصير بهالحالة صالح لما شركة تختفي؟ ماذا يحدث بالمستثمرين اللي عندهم أكشنز أو عندهم أسهم في تلك الشركات؟ كيف أنقذ أموالي؟ وهذا هو السؤال يمكن يا ليث. طبعا هذا الشيء بيرجع وبيختلف من قوانين بلد لبلد ومكان لمكان، ولكن العرف المتعارف عليه بشكل عام هو لما يتم تصفيه الشركه يتم بيع ما تبقى من اصولها وتوزيعها بالنسب على المستثمرين. طبعا في بعض المستثمرين بيكون في عندهم نوع من انواع الحمايه، نوع من انواع التامين على استثماراتهم، ولكن بشكل عام طبعا انت لازم تكون واعي، وحفاظ على استثمارك هو مسؤوليتك الشخصيه. طيب على كل حال لا يكفي انك تفضل صالح سؤال بس هيك سريع للمشاهدين، شو ممكن الواحد يستثمر بمجال اليوم بهذا المجال؟ اذا حكينا عن الهواتف، اذا حكينا عن التكنولوجيا، شو اي مجال بتحسوا انه رح يكون مثمر في الايام المقبله او الاشهر المقبله على السريع؟ اول شيء، اهم شيء، المجال تستثمر فيه يكون عندك وعي فيه، ولازم تعمل دراسه كامله قبل ما تستثمر لحتى تقدر تقرا اشارات السوق بشكل جيد وتعرف متى تستثمر ومتى تعمل اكزيت للاستثمار تبعك. ولكن انا برايي هو المستقبل اكيد للتكنولوجيا، اللي هي كانت سبب افلاس عدد كبير من الشركات. الذكاء الاصطناعي اكيد بيجي بالمركز الاول، شفنا كثير من الشركات العالميه اللي ما واكبت الذكاء الاصطناعي، يمكن كانت ضده ولكن اليوم ما كان عندك خيار غير أمر الواقع. المستشار الاقتصادي مؤخرا. مزبوط مزبوط. صالح طباخ، أشكرك لوجودك معنا في هذا الصباح. أكيد حنأخذ تفاصيل أكثر عن هذه التمارين مع خبير اللياقة البدنية محمد فؤاد. يسعد صباحك محمد، وأكيد أنت محضر لنا بعض التمارين للأزواج. أنا شفت فيديو من يومين كريستيانو رونالدو مع زوجته أو مع جورجينا، وهم بيسووا تمارين مع بعض، بيجروا مع بعض في الهواء الطلق، ممكن خارج، ممكن جوة الجيم. فأعطينا بعض التمارين اللي ممكن تساعد الأزواج. صباح الخير ريم. في البداية نفس ما أنتم شايفين اليوم أنا موجود في الجيم مع زميلتي ريم، حنراويكم بعض التمارين اللي نقدر نسويها
as a couple ك you know أزواج. نفس الوقت نفس ما تفضلتي نقدر نستفيد من هالتمارين أن كل واحد فينا يشجع الثاني في حال أن الواحد حس أن روحته للجيم لحاله تكون مملة، فيفضل أن واحد يحاول يأخذ مع زوج أو زوجته عشان شو يتمرنوا مع بعض. فاليوم التركيز حيكون على اللور بودي، الجزء السفلي من الجسم. حنقوم ببعض التمارين اللي حتستهدف عضلة الرجل الأمامية الخلفية، بس قبل هالشيء خلنا نبدأ ببعض الحركات لإطالة الجسم عشان نخليها تتكيف العضلات الأرجل قبل التمرين تستعد. فنبدأ بالستريتش أول. طيب محمد، وانتم بتعملوا الاسترتش يعني هل هذه التمارين نوسع الريل؟ نعم، هذه التمارين تنفع للرجل والمرأة؟ يعني نفس الأوزان يحملها الرجل، نفسها تحملها المرأة، نفس الحركات يعملوها نفس الشيء، ولا للرجل في حركات يستطيع المرأة لا تستطيع أن تعملها وهكذا؟ هو شوفي ريم، يعني بخصوص الأوزان نفس ما حتشوفوا اليوم الأوزان اللي احنا حنشيلها أوزان جدا خفيفة، وطالما أسفار أس موضوع الوزن الواحد لازم مفروض ما يجهد نفسه بالأوزان الثقيلة عشان يتجنب الوقوع من الإصابة. طبعا موضوع الإصابات بالذات لو واحد شغوف زين بالتمرين والفتنس يحاول قد ما يقدر يبتعد عن الأوزان الثقيلة، عشان موضوع إعادة التأهيل والعلاج يأخذ من 3 إلى 6 شهور، وهذا يكون له عامل نفسي وحتى جسماني وحتى مادي. الواحد يتكبد خسائر يعني هو بغنى عنها لإعادة التأهيل العلاج. فيفضل الواحد دوم ما يستعيل بالأوزان، الأوزان تدريجيا نرفعها، بس تمارين اليوم مش حنركز موضوع الأوزان قد ما بنركز على التكنيك وأي عضلة نحن بنمرن، هل الأمامية أو الخلفية. حلو، زين. وآخر حركة للإطالة حنعملها، طبعا كل حركة سويناها الحين تتراوح ما بين 5 إلى 10 ثواني، زين، بس عشان نهيئ العضلات نفس ما قلنا نتكيف عليها نخليها جاهزة للتمرين اللي احنا بنسويه. مزبوط. طيب الحين خلصنا من الإطالة نبدأ التمرين. حنبدأ أول تمرين سكوات اللي هو السومو سكوات. نوسع رجلنا ونمسك الدمبل بالشكل هذا وننزل تحت، طبعا الظهر مستقيم والرأس لفوق والحركة تكون بالشكل هذا. هذا التمرين 10 عدات. طبعا كل تمرين حنسويه كم جولة؟ وطبعا يوم نطلع فوق نركز على عضلة الفخذ، نشد على الفخذ. 7. حلو في التمارين المشتركة هذه يكون في تحديات بين الزوجين، يعني من يقدر يصمد أكثر، من يقدر يسوي جولات أكثر، هذه كمان تساعد وتحفز الأزواج. طبعا هو معروف أن البنات بشكل عام يعني أقوى ميزة فيهم الأرجل، صح. فعشان كذا اليوم ركزنا على الأرجل بعد بزيادة. مزبوط. زين، فننتقل لللانجز أو الطعن. سينجل ليج، 1 2 3 4 5 6. هذا تمريننا لتقوية طبعاً كل الأرجل. تمرين بنسويه كل تمرين بنسويه بنعيد التكرار 4 جلسات، وكل تكرار يتراوح ما بين 10 إلى 15. طيب وي سويتش ليجز. حلو، نفس الشيء 10. 1 2 3 4 5 5 more. طبعا هالتمارين تمارين السكوات نقدر نسويها بأشكال مختلفة، يعني مش طريقة واحدة لعمل السكوات او اللانجز. التمرين اللي سويناه طبعا نقدر نحمل شو اسمه المقاومه فيها لو حملنا اوزان على الاطراف، بس نحن قاعدين نسوي التمرين بالشكل هذا بدون اوزان. ننتقل الحين لثالث تمرين اللي هو الجامبينج سكوات. اوكي، هذا التمرين ما هو سهل، في جامب. أنا بالنسبة لي الجمب هو شيء سهل، ولكن أكيد مع الأزواج بيكون في تحدي ويكون في كمان دعم معنوي كبير، وهذا الشيء المهم. محمد فؤاد، كل واحد
كل واحد يشجع الثاني. أكيد أكيد، يديك العافية، وأشكر أيضا اللي شاركتنا ريم في هذه الفقرة، شكرا لوجودكما معنا في هذا الصباح. مشاهدينا خلينا نذهب إلى وقفتنا الثانية مع المراسلين، وهذه المرة من تركيا، وخلاف وتوتر بين تركيا وألمانيا بسبب طبق دونر الكباب. أكيد القصة مع الزميل زيدان. يسعد صباحك زيدان، وما هي التفاصيل؟ صباح الخير ريم. طبعا موضوع الدونر وتسجيل الدونر كمنتج تقليدي تركي أثار الخلاف ليس فقط بين تركيا وألمانيا، إنما أيضا مع اليونان التي أيضا كانت تنافس تركيا في الماضي في تسجيل بعض الأطباق التقليدية. لذلك لم يكن مستغربا حقيقة ريم أن يتجدد هذا الخلاف مع الدونر، لكن ما هو مستغرب أكثر أن يتجدد مع ألمانيا بشكل كبير. لكن يعني إذا نظرنا إلى خفايا هذا الصراع أو خبايا هذه المشكلة، ربما يعزوها البعض إلى أسباب اقتصادية بحتة، كون أن الدونر مبيعات الدونر السنوية في أوروبا تقريبا تتجاوز 2.6 مليار يورو. بالتالي تسجيل تركيا للدونر كطبق تقليدي تركي بالمواصفات التي يريدها الأتراك، هذا سيلغي الكثير من الوجبات أو الطرق التي كانت بعض المطابخ الأوروبية تعيد إنتاج الدونر بها، وبالتالي الاحتكام فقط إلى المنتج الأصلي الذي تم تسجيله باسم تركيا وهو الدونر التقليدي. هذا سيجعل الكثير من المطاعم تخسر الكثير من الأموال والزبائن أيضا. بالتالي هذا يعني ربما هذا أحد أوجه الخلاف. طبعا تركيا يعني تستند إلى طلبها في لدى الأوروبيين بأنها هي من ابتكرت هذا الطبق. بعض قدمت وثائق تاريخية تعود إلى عام 1546 أو 48 تقريبا، أيضا تستند إلى شهادات مؤرخين تعود إلى القرن 19. هذا الطبق انطلق من بورصة كما تقول بعض المصادر التركية، لكن بالعموم هو يعني كما هو متداول هو طبق تركي. المهاجرين الأتراك نقلوا هذا الطبق إلى بعض الدول الأوروبية. مظبوط. طيب وأيضا الموضوع الثاني، وأزياء البعثة التركية في أولمبياد باريس تثير ردود فعل مختلفة، البعض يشبهها بالبيجامات، أدينا التفاصيل يا زيدان. نعم، موضوع أزياء البعثة الأولمبية التركية أثارت الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ هذا الجدل مع نهاية حفل افتتاح أولمبياد باريس. طبعا البعض وصفها بالبيجامات، وبعض آخر وصف الألوان بأنها غير مناسبة ولا تتناسب مع التراث التركي أو أي علامة من علامات الثقافة التركية. طبعا كان هناك انتقادات كبيرة، حتى بعض خبراء الموضة والتصميم الأزياء تحدثوا عن هذه الأزياء بشكل سيء وبشكل انتقاد كبير وجه لهذا لمصممي أزياء البعثة الأولمبية خصوصا، وكثير من التغريدات كانت تشير أن الأولمبياد يقام في باريس عاصمة الموضة والأناقة، بالتالي كان يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بأزياء البعثة الأولمبية. طبعا مصممو الأزياء برروا هذه الموضوع وقالوا أن هناك طبعا تتناسب بشكل أو بآخر مع التراث التركي، فيها بعض العلامات، لكن لم يعني حتى هذه التبريرات لم تكن كافية لوأد نار الانتقادات التي كانت تتسع بشكل كبير بعد حفل الافتتاح في باريس. يعني لا شيء يوجد أكثر جدلا من حفل افتتاح أولمبياد باريس في اعتقادي. أشكرك زيدان لوجودك معنا في هذا الصباح. بلهجات المغرب العربي، أطلقت الفنانة أمل غربي أغنيتها الجديدة بعنوان لا باس، واللي تم تصويرها بطريقة مختلفة في دبي بعد أن اعتادت تقديم اللونين المصري والخليجي. كانت أمل قد قدمت أغنية تزعلني خاصة بعيد الحب، أو هي خاصة بعيد الحب، واللي لاقت نجاح كبير، وهي من كلمات وألحان الفنان عصام كريكا في أول تعاون بينهما. Yeah.
بالفنانة أمل غربي في صباح العربية. سعد صباحك أمل. صباح الورد. هلا وسهلا بك، ما شاء الله متألقة ومتميزة بأنك تغني بلهجات مختلفة، وهذا شيء ترى مو شيء سهل إنه فنان يتقن عدة لهجات. ليش إنك اهتميتي بإتقان هذه اللهجات وإنك تقدمي أغاني بعدة لهجات؟ أنا من اللي صغيرة عندي تحدي اللهجات، أي يعني نسمع خليجي نحب نغني خليجي، نسمع يعني كل لهجة حاولت إني نغنيها ونتقنها. وأتقنتيها بالفعل. الحمد لله. وأكثر واحدة بتتقنيها مين؟ أي لهجة؟ تونس يعني. تونس تونس أكيد. هلا كنا نحكي قبل الهوا ريم. تونس. خلينا أغاني تراثية تونسية قديمة. أكيد أكيد. هو فاجأني يعرف برشا أغاني تونسية. شفتي أغاني تاريخية تراثية. شنو دندن شوي. تحت الياسمينة. غني لنا إياها تفضل. مستعجلة تغني. طبعاً نبغى نسمع. الفنان يغني والنجار بيكون معه. هو اللي ذكرني فيها. تغني معايا؟ يلا. تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت واتقاطر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني. الله الله صراحة حلو. هلا بتاخذنا بعد شوي على الرياض، بعد شوي بقول يمكن لعبد المجيد عبد الله. حنروح لأبيه. حنعمل تحدي لهجات اليوم. أكيد. كمان تعاونتي مع الفنان وليد توفيق في أغنية قرب تعالى يا أمر، كلمينا عن هذا التعاون وهذه الأغنية. أنا كان يعني كنت سعيدة جدا جدا إنه الأستاذ وليد توفيق أعطاني أغنية. هو كان من الداعمين يعني من أول ما سمع صوتي قال لي تستحقي انك تغني وانا بدعمك ونعطيك اغنيه، فكانت من احلى الاغاني صورتها بمصر. وهو بعد ما نعرفش ما يعني مش ملحن للفنانات وليد توفيق، فكان هذا قول انا هذا ينضاف لمسيرتي طبعا وبصمه فنيه. طب خلينا نسمعها، خلينا نسمع قرب تعالى احلى الاغاني. فبس تسمعوها تحسوا الاستاذ وليد توفيق. يلا. تقول إن كان عالشوق مشتاقين مشتاقين يا را 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 إن كان عالشوق مليان حنين مليان حنين يا را 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 إن كان عالشوق مشتاقين وإن كان عالقلب مليان حنين وبقلنا عالحال ده سنين وانت ولا حاسس فينا وانت ولا حاسس فينا قرب قرب. الله من جد تحس رجعتنا الأيام اللي صح الثمانينات كده ولا لمسة الأستاذ التوفيق. ورد سوري التوفيق يا جماعة إنه هو برضو عرب أغاني بالأمازيغ. إذا رجعنا بعد الحلاوة فاكر ولا ناسينا أفاي نوفا أغنية إدير بناها مع صباح الجزائري. بتخيل أيام الثمانينات. صحيح. طيب شو بدك تحكي لنا كمان عن قبل ما نروح نغني لعبد المجيد عبد الله؟ قبل عشقي وغرامي عبد المجيد عبد الله. والله طبعا. أي أغنية بتحب لعبد المجيد عبد الله؟ ما في أغنية ما بحبها لعبد المجيد. والأكثر حباً يا بعدهم كلهم؟ يا بعدهم كلهم. يا سراجي بينا. الله. طب حلو بأمل بتغني له رأساً ما في كثير كلام مع هالغناء، بتقول أنا مغنية مطربة لازم أغني. يلا تفضلي. طيب خلينا نسمع يا بعدهم. يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم. والله كثير بحب هالأغنية. يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم وعطني من دنياك
واترك الباقي الباقي ياخدون اللي يبونا كل هالعالم بكونا إلا قلبك اتركونا لا تمسى إيدهم إلا قلبك اتركونا لا تمسى إيدهم يا بعدهم صراحة رائعة أمل، يعني بالفعل بتتقني اللهجات العربية المختلفة. خليني كمان أتكلم على تعاونك مع دكتور مدحت العدل وتترات المسلسلات وكذا. العصفورة اللي أسرار عندنا أسرار يعني أسرار صح. عندي أغنية مصرية كلمة أستاذ مدحت العدل، ويعني وهذا يعني الشرف كبير انه استاذ يعني مدحت العدل لما اسمع صوتي قال لي حكتب لك اغنيه. هل هي اغنيه لمسلسل ما ولا اغنيه هي قاعدين يعني نشتغلوا عليها، انه يمكن تكون مسلسل يمكن صور كليب، بس اغنيه يعني من مصريه من الطراز الثقيل يعني يعني من تسمع كلمات مين خلاص يعني ولحنها طربي خلينا نقول ولا على طربي طربي يعني فيها مغنى. أنا نحب دايماً الأغاني حتى لما نغني أغاني خفيفة أو كما نقولوا نحن تجارية عشان يسمعوها ديما نحرص أنه يكون فيها شوية مغنى طبعاً أنه على القليلة شوي بالضبط. بس أمل أنت غنيتي بلهجات عدة، هل غنيتي بلغات عدة كمان غير اللهجات؟ بالفرنسي بالإنجليزي مرات نحاول نغني، لكن الأغلب أنه نغني عربي مثلاً خليجي مصري لبناني كل شيء غنيت. لبناني ما سمعت، سمعت خليجي سمعت مصري، نبغى نسمع لبناني، نسمع شيء لبناني يلا. لا لبنان اليوم أربع آب رحمة على كل يعني فكرتوا لبنان فجيت يعني هذه هي اليوم الرابعة لانفجار بيروت. عموما أمل أشكرك لوجودك معنا أكيد أشكرك، وخلينا نختم هذه الحلقة اليوم بأغنية من اختيارك للبنان. شكرا لك ليث، وشكرا لكم مشاهدينا، وأترككم مع أمل تفضل يا سألوني شو صاير ببلد العيد مزروع الداير نار وبواريك سألوني شو صاير ببلد العيد مزروع الداير